وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور أكرم جلوان، جراح بمستشفى مصرات المركزية. بداية دكتور جلوان، كم هو عدد الشهداء والجرحى الذي سلمهم المستشفى منذ اندلاع الاشتباكات بين الثوار وما يعرف بتنظيم الدولة؟ السلام عليكم، مساء الخير أخي الكريم وكافة المشاهدين الكرام. طبعا في البداية نترحم على الشهداء ونسأل الله العلاج الشفاء العاجل للجرحى. الإحصائية يعني مش حنعطيك رقم مضبوط، يعني في حدود 70 شهيد ويتجاوز 200 يعني جريح. يعني آخر قافلة للجرحى خرجت من مستشفى الطوارئ ليلة الأمس موجهة إلى تركيا للعلاج بالخارج. نعم، طيب هل هناك أي مساعدات طبية تصل إلى المستشفى من أي جهة كانت، حكومية أو حتى خيرية؟ هناك العديد من المساعدات العينية والمساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية وصلت إلى مستشفى مصرات المركزي، قدمت من منظمات دولية كما كتب التقرير، وأيضا يعني من مدن ومستشفيات مجاورة إلى مدينة مصراتة. أيضا مصرف الدم المركزي استقبل عدد من يعني استقبل أكياس الدم يعني الآتية من خارج مدينة مصراتة من أبناء ليبيا يعني في المدن المجاورة والبعيدة. بالنسبة للاحتياجات، المستشفى في حاجة يعني ماسة إلى هذه المساعدات وإلى غيرها، لأن الوضع الميداني أنتم عارفين أن الجبهات من حين إلى آخر تشتعل والاشتباكات تتجدد، فبالتالي يعني المساعدات يعني المستشفى طيب. سواء المستشفى الطوارئ أو المستشفى الميداني وجهاز الإسعاف. طيب دكتور جلوان، لو فصلت لنا بالتحديد ما هي احتياجات المستشفى؟ أكيد بالنسبة للمستشفى يعني في حاجة ماسة إلى أدلة التخدير، وبالنسبة للمستلزمات يعني جراحة العظام كاللي يعني أدوات التثبيت يعني البلاتين يعني نحتاجها في العمليات الجراحية، أيضا المحاليل الوريدية والمضادات الحيوية ومراهم الحروق والأمور هذه يعني بالنسبة للمستشفى. هذه الحاجات الضرورية والتي يتم يعني استهلاكها في وقت يعني وجيز، فبالتالي المستشفى دائم لهكذا ملتزمات ومواد يعني طبيه. نعم، اذا الدكتور اكرم جلوان جراح بمستشفى مصرات المركزي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.